بكل تأكيد لا شك أن رسائل أريد إيصالها بداية من الضرب بالحائط فيما يتعلق للمجتمع الدولي أنه لا قيمة لما يتعلق باتهامات محكمة الجناية الدولية، ولا قيمة للإدانات الدولية، ولا قيمة للشرعية الدولية، ولا قيمة لما يقوله رئيس بعثة الأمم المتحدة ولا رئيس الأمم المتحدة ولا محكمة الجنايات ولا الدول فيما يتعلق بامتعاضها أيضا، ولا صحة لما يتعلق بالذي يقول. أما الرسالة الثانية فهي أن هناك رسالة مؤداها أنه لا صحة بالمطلق لما ادعاه حفتر عندما طلبه المجتمع الدولي بتسليم هذا المجرم للسلطات الليبية ساعياً إلى إعادة تسليمه إلى محكمة الجناية الدولية ليمتثل أمام العدالة. لا صحة القول بأنه قد تم القبض عليه أو تم توقيفه عن العمل، فهي ترهات لا تسمن ولا تغني من جوع كالضريع. واقع أن هناك جرائم ترتكب وجرائم تصفية مهما كان وكيف كان. من المهم أن يتحرك المجتمعين المحلي والدولي من أجل أن يكون هناك حل. إذا كان ذلك كذلك من المهم الاتجاه إلى أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وأكثر منها صعوبة استمرارية هذا النهج التدميري الذي يعتدي على الإنسان حرية وكرامة وحياة. مهم جدا أن يكون أن يعاد لبنغازي حياؤها ومجتمعها ومهجريها، وأن يكون هناك نظرة واقعية. سيطرت حتى يبدو أنها محاولة لإبادة الجميع ومحاولة قدر كان لإعدام الجميع. هناك مأساة إنسانية لا تقل بأي حالة عن أي مجرم وأي سفاح دماء. واقع أن هذا من المهم جدا أن يتجه بأيدي أيضا استهام واضحة من النيابة العامة ومن المدعي العام. عليه أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بالتعامل. ازدواجية المعايير أيضا من المجلس الرئاسي أو غيره يجب أن تنتهي. يجب أن يقال كفى لهؤلاء المجرمون، ويجب أن يطلب العون الدولي. سيد محمود في هذا حمام الدم الموجود.